ما بقى أيام كثيرة على صدور لعبة Resident Evil 2 الريميك، وعشان كذا مثل ما وعدتكم راح أجهزكم قبل ما تنزل اللعبة أنكم تقدرون تشوفون القصة. وإذا فاتتكم أحداث Resident Evil 0 أنصحك تروحون تشوفونها لو سويت القصة الملخص لكم، وأيضا بحط لكم الرابط في الديسكريبشن تحت. قبل ما نبدأ لا تنسون زر اللايك وضغطوا أيضا زر الاشتراك، والحين خلونا نبدأ. تبدأ القصة في عام 1998، حيث صار في حالات قتل غريبة انتشرت في مدينة الراكون، مثل عوائل تم الهجوم عليهم بوحشية من فرقة مكونة من 10 أشخاص، والضحايا كان يتم أكلهم. وفي هذه الأثناء أرسلت فرقة خاصة جديدة من ستارز للبحث عن فريق برافو المفقود، الفريق اللي كانت من ضمنهم ريبيكا، ولقوا الهليكوبتر محطم وفيها السواق كيفن ميت. بعدين كمل البحث عن باقي الأعضاء في الغابة، وفجأة هجمت عليهم مجموعة من الكلاب متوحشين، واضطروا أنه يهربون لأقرب مكان يقدرون يحتمون داخله، وهو كان قصر عملاق في وسط الغابة. والمتبقين من فرقة ستارز هم الكابتن وسكر وباري وجيل وكريس، لكن كريس كان مفقود ما يدرون وينه. بينما كانوا يتناقشون عن مكان كريس سمعوا صوت طلق نار، وقرر باري وجيل أنهم يروحون يستكشفون مصدر الصوت، ودخلوا غرفة طعام كبيرة. عند المدفأة لقى باري أثر دم، وقال جيل أنه تكمل البحث هو بيستكشف هنا. بعدها جيل وصلت الغرفة كان فيها زومبي ياكل شخص، ولف وجهها عليها وشافها وهجم عليها، وجيل هربت الباري تحذره، وبعدين باري قدر أن يقتل الزومبي. بعدها رجعوا للمدخل عشان يعلمون وسكر باللي شافوه، بس ما لقوا وسكر وقرروا يبحثون عنه، لكنهم ما قدروا وقرروا أنهم يتفرقون، والكل يبحث بطريقته الخاصة. قبل ما يتفرقون أعطى باري الجل أداة فتح الأقفال. وصل الجل الغرفة فيها لوحات فنية وهجم زومبي عليها وقتلته. بعدها وصلت الغرفة قابلت فيها باري، وهناك شافت جثة فورست ميتة والغربان تاكل منها. بعدها طلب باري من جل انها تكمل بحثها، وقبل ما تمشي عطاها قاذف قنابل كان يخص فورست، وقالها انتبهي لنفسك. وبعدها قابلت جل ريتشارد وقالها ان افعى ضخمة عضته وسممته، وطلب منها تجيب له علاج للسم، وراحت جل وجابت العلاج وعطتها لريتشارد. بعدها عطى ريتشارد الراديو الخاص فيه الى جل وقالها انه بخير لكن الباقيين. وبعدها توجهت جل الى الغرفة وقابلت الافعى العملاقة، وجاء ريتشارد يساعدها في مواجهتها، وقدروا يهزمون الافعى العملاقة. وفجأة هجمت على جل وقفز ريتشارد عشان ينقذها، وضحى بنفسه وبلعته الافعى، وقضت بعدين جل على الافعى. بعدها حست جل بدوخة وقالت انها تحتاج لدواء ضد السم، وراحت اخذت الدواء واستخدمته. بعدها وصلت جل الغرفة حلت الغاز فيها، وبعدها هجم عليها وحش زومبي لونه احمر وقتلته. وبعدها طلعت الحديقة، وهناك تلقت مكالمة راديو من شخص مجهول يحذر من وحش مكبل بالسلاسل والرصاص ما يفيد ضده، وينصح بالابتعاد عن الغابة اللي قدام القصر. وبعدين وصلت جيل إلى البيت خشبي صغير، هناك هجم عليها شخص مجهول. بعد ما استعادت وعيها قرب منها الشخص المجهول المكبل بالسلاسل وهجم عليها، وبعدها هربت جيل من المكان واستقبلت اتصال راديو من براد سواق الهليكوبتر اللي جت فيه، ويطلب ان احد يرد عليه، وحاولت ترد عليه لكنه ما قدر يسمعها لأن الراديو كان خربان. بعدها وصلت جيل الغرفة فيها باب مقفل، ولما قربت سمعت شخص يقول هذا ما كان جزء من اتفاقنا، وأيضا قال لكن ما في أي داعي أننا ندمر ستارز. وبعدين قال وماذا عن عائلتي؟ وبعدين أخر شيء قال لو قدرت ألعبها صح. بعدها دخلت غرفة جيل وقابلت باري وقالت لأنه سمعت شخص يتكلم، وقالها أنه كبر بالعمر وصار يتكلم مع نفسه كثير، وقال ان احتمال اجواء القصر الكئيبة صارت تدفع للجنون، وانه بيطلع يغير جو شوي. وبعدها وصلت جيل غرفة كبيرة كانت غرقانة موية ومشت فيها، وفجأة هجم عليها مجموعة من القروش وقدرت تهرب منهم بين ادخلت باب، وهناك لقيت نفسها في معمل في كمبيوتر يحذر ان معدل الضغط وصل ل 50%، واستخدمت الكمبيوتر بين تفعل نظام الشفط المائي في الطوارئ، وقدرت ان تشفط الماء كله، ولقيت القروش اللي كان طاردها بين الحياة والموت، وقدرت تقتل القرش المتبقي بأنها رمت جهاز فيه كهرب عليه. بعدها توجهت لغرفة فيها نبات عملاق وهجم عليها، لكن باري جاء عشان يساعدها وحرق النبتة العملاقة. بعدها توجهت جل إلى ممر ولقت فيه وسكر يطلق النار، واعتذر منها أن اختفى فجأة عشان يقدر يحمي نفسه من الوحوش. قالت له جل أهم شيء أنك بخير، وسألها هل لاحظت أن باري يبدو غريب الأطوار؟ وافقته. وبعدها قال الجل لازم نهرب من هنا، وطلب منها تبحث في الجهة الثانية من القصر. وتلقت الاتصال راديو من براد مرة ثانية يطلب أحد إنه يرد عليه، لكنها حاولت ترد عليه بس ما سمعها، وطلب أي شخص يسمعه يعطي إشارة.
بعدها توجهت لكاف وقابلت انريكو قائد الفرقة اللي جت معهم ريبيكا، وكان جريح وسألها هل أحد معاها ولا لا؟ ردت عليه لا، لكن ليش؟ وقالها أن في خاين في فرقة ستارز وأن أمبريلا كذبوا عليهم. وفجأة أطلق شخص مجهول النار على انريكو وقتله قبل ما يكمل كلامه، وراح جل تبحث عن الشخص ووصلت إلى كهف كان في صخرة عملاقة تسد الممر، وفجأة تحركت الصخرة وتوجهت إلى جل، لكن استطاعت أنها تهرب وتنجو من الصخرة. بعد توجهت جل إلى مصعد، وهناك قابلت باري وقالها سمع أصوات جابتها هنا، وسألها إيش ممكن يكون في تحت. ونزل جل وباري المصعد وسمعوا صوت أنين غريب، وطلب باري بأنها تروح تستكشف الصوت وأنها بيجلس هنا يحرس المكان، لكن فجأة تركها باري وصعد بالمصعد. بعدها توجهت جل إلى غرفة لقت فيها باري ومعاه مسدس، وحاول أنه يقتلها. طلبت منه أنه يقول لها عن سبب الخيانة، وقالها باري بأنه يقدر يشرح الأمر، لكن فجأة هجم عليهم الوحش المكبل بالسلاسل، وطلب باري أن جل ترجع لمسدسه عشان يساعدها تحارب الوحش. بعدها قدرت جل تفتح الباب بحل الغاز، بينما باري كان يشغل الوحش وانفتح التابوت، وبعدها الوحش أخذ جمجمة من التابوت وصرخ أمي وقفز في الحفرة. وبعدها قال لها باري ما أعتقد أن الوحش مات، اترك المكان هذا لي وكمل استكشافك. وبعدها توجهت جل الغرفة كان فيها بروجيكتر وفي تقرير عن أسلحة بيولوجية خاصة بأمبريلا وصور مختلفة للوحوش، وصلت لوحش غريب يدعى التايرنت، وبعدها شافت صورة علماء من بينهم ويسكر. بعدها توجهت إلى مكان لقت فيه زنزانة وكريس محبوس فيها، لكن الباب كان مقفل وراح تبحث عن طريقة عشان تحرك كريس فيها. بعدها قابلت باري وركبوا المصعد وتوجهوا للطابق العلوي ودخلوا غرفة معمل لقوا فيها ويسكر يشتغل. وفجأة وجه باري سلاح على جل وقال ويسكر الجل انه مسك زوجة باري واطفاله عشان يقدر يتحكم فيه، وقال لها ان نية امبريلا انها تدمر ستارز وبيحرق القصر كله والمعمل. وقالت له جل ان عبارة عن عبد عند امبريلا واستخدموا اهل باري ضده، وهنا ضربها ويسكر وقال لها ان امبريلا ما له علاقة بموضوع اختطاف اهل باري، وانه هو سوى كذا عشان يخلي باري تحت امرته لاغراض الشخصية. بعدها كشف لها عن خطته وكيف انه صنع سلاح بيولوجي سماه تايرنت. بعدها اطلق النار على جل، لكن باري كان الاسرع واطلق الرصاص على ويسكر، وبعدها ويسكر قدر يضغط زر التحرير التايرنت وتحرر التايرنت وضرب ويسكر. بعدها ضرب باري وبعدين هجم على جل وانتصرت عليه وخذت باري. وفي الوقت نفسه اشتغل نظام التدمير التلقائي وراحت الزنزانة كريس عشان تحرره، بعدين توجهوا الى المصعد عشان يهربون. وفي هذه الاثناء جاء اتصال راديو من براد يقول ان هذه الفرصة الاخيرة لان الوقود قرب ينفذ ويحتاج اي شخص يعطي اشارة. بعدها قالها باري انها تحاول تتصل ببراد، وكريس تركها عشان بيروح مع باري. بعدها صادت المصعد جل وحطت صواريخ استغاثة واطلقتها عشان يشوفها براد، وجوها كريس وباري، وفجأة هجم عليهم التايرنت وضرب كريس، وبعدها مسك باري وصرعه بالارض. وجل تقاتلت مع التايرنت، وبعدها رمى براد قاذف صواريخ الجل واستخدمت ضد التايرنت وقتلته، وبعدها قدروا يهربون في الهليكوبتر كريس وجل. وهذه كانت نهاية قصة Resident Evil 1، وبكذا تكون انتم مستعدين انكم تلعبون Resident Evil 2 الريميك لما تنزل ان شاء الله خلال الايام القادمة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولا تنسون تعطونا زر اللايك وايضا تشتركون بالقناة اذا عجبكم الفيديو هذا، وراح نجيب لكم ملخصات العاب اكثر ان شاء الله في المستقبل. كان معكم فهد الشيحة، شكرا متابعة، مع السلامة.